ديالك والعدلين دير واحد الوكاله الحاجه عاود لنا واش مشيتي في المغرب في ديك الساعات شي خارج المغرب؟ انا الجمعه كنبقى لي نزام مع الاخ ديالي، هضرت معاه على قضيه شي حاجه ديال ارضيه باعها وما عطاش القانون ديالو لخواتات. المهم كان وقع قلت لي حنا ندمنا اللي درنا لك دوك الوكالات وداك الشيء شحال هذه قبل ما يوقع هذا الشيء. صافي وقع معايا نزات، هو شنو قال؟ قال تخاصمت معايا انا نمشي ندير لها وكاله خطيره هي هذيك. انا الجمعه تنازعت معاه، السبت مشيت لالمانيا والاثنين مشى دار هو ديك الوكاله، ولكن هو ما كانش عارف بانني انا غنمشي لحقاش. كنت عندك باقه هنا لحقاش انا ما تنقولش امتى غنجي وامتى غنمشي. الحمد لله ربي كبير. ما تنقولش امتى، هو يصحبني انا مازال كاينه في المغرب وانا السبت كنت طلعت لالمانيا. من بعد هذه وقت مده دابا سينا حتى يقولوا لي راه كاينه واحد الوقت، بقيت نبحث. هذه انا 4 سنين وانا تنجري، ماشي 4 سنين، ماشي 4 سنين على الاراضي اللي باع وتنبحث وتنجري. شحال من هيك شهر تقريبا الحاج؟ ها؟ شحال ديال الاراضي تقريبا؟ واه عرفتي اش غادي نقول لك؟ اكثر من 200 ماشي اللي دا هو ما عرفتش، ولكن شي 200 هكتار اللي كاينه دابا. ولكن هو باع اراضي وخذا فلوسهم وخذا حتى فلوسنا حنايا وفلوس وتاتي وداهم. كيفاش الحاج الارض اللي خدا لكم وعطاها الزوجه ديالو؟ دابا هو كيفاش القضيه؟ حنا كان عندنا بحال الاخ كنا تنبغيوه بزاف، عاد كان شحنان فيه داك الحب، داك الحب اللي تنبغيه. والدينا ربونا على داك الحب ديالو بالخصوص، هو الكبير وتنحترمو وعزيز علينا، ما يمكنش ما نديروش فيه الثقه. تعيط لينا واحد المره قال لي انا غنصيفط لكم واحد الوكاله ديوها القنصليه سينيوها راه غادي هي هذيك. صيفطناها ليه، من بعد البحث لقاو دوك شي اراضي باعهم خدا فلوسهم وخدا لي انايا بقعه محمد خداها وخدا خواتاتي وكسبها المرات. وكان اخ ديالي حتى هو اللي مات لرحمه، كان غيعرفو غادي يموت، وفي ذاك الوقت اللي غادي يعرف يموت مشى دوز البقعه ديالو حتى هو المراه ديالو. المهم هذا الشيء داز. حاج واش الاخ ديالك استغل الحنان ديالكم؟ الاخ ديالي قال لك حنا مكلخين ما غاديش نعيقوا كاع داك الشيء اللي غادي يطرا، لحقاش خواتاتي في فرنسا وانا في المانيا، حنا تنجيو غير مده قليله وتنمشي وتمشوا عنده يومين ما تنفوتوها صافي وتمشوا بحالاتنا. ما دينا ما قلناش غادي هو غادي غنوصلوا حتى لهاد الدرجه. وانا حاولت نهضر مع الاخ ديالي، حاولت نهضر مع فرنسا، ايوه حاولت نهضر معاه وقلت ليه بعتي الاراضي فلان الفلانيه فلان فين، قال لي هذوك الاراضي انا اللي لقيتهم وانا اللي خسرت عليهم فلوس وديولي واللي دعاني نصيفطوا للحبس. هددتهم؟ هددنا قلت لي واخا هكذا، قلت لي معليش، قلت لي يلا نمشوا للمغرب ونتلاقاو في المغرب ونعيطوا على دار خويا حقاش هما يا واخد ليهم الحق ديالهم قبل ما نخسروا الدم. قبل ما نخسروا الدم راني نتلاقاو ونهضروا نفكوا المشكل، كل واحد ياخذ حقه ونفكوا المشكل قبل ما نوصلوا للقاده. قال لي اللي في جهدك ديريه. صافي وانا اللي في جهدي راني جاني 4 سنين وانا تن الحاج هاد 4 سنين ما مشاتش في الخوا وغادي ترجع ان شاء الله الحق ديالك. اليوم عند قضيه التحقيق واش خرجتي مرتاح؟ خرجت مرتاحه بزاف. علاش؟ حقاش عندي وثائق، لان القانون تيقول لك جيب لي الدليل. راه ما نقدرش نقول راه داروا لي ورقه مزوره وفينا والدليل. جبت لهم الدليل ديال الادله، جبت لهم الادله. داروا الوكاله كنتي في العمل ديالك ولا كنتي في ديال المانيا؟ في المانيا. جبت الادله ديال الباسبور كيف دخلت وكيف خرجت، وجبت الادله ديال السبيطار بانني خدامه في ذاك النهار اللي داروهم. انا كنت خدامه امتى دخلت المستشفى وامتى خرجت. والمانيا ما غاديش يكذبوا تما، راه كل شيء يعيطوا في التليفون هما يجاوبوهم ديك الساعه يقول لهم داك الشيء اللي كاين. ازو عندي الوثائق، عندي الدليل بان هذيك الوكاله راه مزوره وخطيره. حاسه كلمه اخيره باش تطالب اليوم؟ انا تنطالب غير الحق ديالي ديال خواتاتي ديال دار خويا، اللي تنتمنى اللي تنتمنى وتنقول بانه هو راه كبير ما بقى لي غير الموت، ورجع لينا حقنا ورجع الحق ديال المراه اللي خدها لمراته، اللي عطاها لمراته، لان خدها لينا ارضيه وعطاها لمراته. هذيك وهذيك اللي ما دارهاش ما غاديش نسامحوا ليه. شكرا الحاج.